بسم الله الرحمن الرحيم. في مرة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان ساجد، فجري سيدنا الحسين وركب وتعلق في عنق سيدنا النبي، وما قامش غير لما سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم سابه لحد ما يخلص لعب، طول في السجود. فالصحابة اتخضوا على سيدنا النبي: يا سيدنا النبي احنا اتخضينا عليك. بعد ما خلصوا صلاة قالوا له: احنا اتخضينا عليك، افتكرنا ان حصل لك مكروه لا قدر الله. لهم: ابدا، ان ابني هذا ارتحلني فكرهت ان اعجله، سبته براحته حتى يقضي حاجته لحد ما يخلص المتعه اللي هو كان فيها. ما اعتقدش ان في حد توصفت رقبته او توصف العنق بتاعه شكلها ازاي وطولها كان عامل ازاي، فما بالك باللي وصف وتغزل كمان. حتى عنق سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم الصحابه وصفوها باجمل الاوصاف وتغزلوا في جمالها وكمالها. عنق سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان ليها طول وامتلاء جميل قوي. طول الرقبة ده علامة من علامات الجمال، طبيعي لأنها رقبة أصل كل جمال سيدنا النبي صلى الله عليه. حتى أم معبد اللي ما شافتش سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم غير مرة واحدة بس، وما أعتقدش إن هي شافته غير يعني أكتر من ساعة، يعني طول ما سيدنا النبي كان قاعد عندها ما أخدش أكتر من ساعة، إلا إن هي وصفته وصف اتكتب فيه كتب واتألف فيه شروحات كتير قوي بسبب قوة ألفاظها وجمالها. ازاي واحدة ست ما شافتش انسان غير مرة واحدة بس من غير ما تعرف انه نبي او انه سيدنا محمد توصفه بالوصف ده، ولا حتى تستخدم الالفاظ اللي ما يقولهاش غير حد عاش سنين معاه. ام معبد بتوصف عنق سيدنا النبي وبتقول: وفي عنقه سطع، وسطع يعني طول. فسيدنا علي كان بيتغزل في عنق سيدنا النبي وهو بيوصفه بيقول: كأن عنقه ابريق فضة، وفي رواية: كأن عنقه جيد دمية في صفاء الفضة. جيد دمية ده حجر من الأحجار الكريمة، فكان عنق سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان أحلى وأجمل من أي أحجار كريمة ومن أي أحجار جميلة، إن هو أصل كل الجمال وهو مصدر الجمال للأحجار دي. الناعتون والواصفون منهم سواء الرجال أو النساء وصفوه إن هو في نقاء الفضة. كانوا بيشبهوا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم رقبته وجماله وبياضه بالفضه بسبب لمعانها وبسبب صفاتها الجميله اللي بتكون موجوده فيها. فوصفوه بالفضه لان ده الكمال والجمال عندهم، كان اجمل حاجه عندهم هي الفضه والذهب، فكان الفضه بتوصف الجمال والذهب بيوصف الجلال. فكانوا بيشبهوا رقبه سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم او معظم اعضاء سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بالفضه بسبب الجمال اللي كانوا شايفينه. هو ده كان يعني كان منتهى 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 الجمال عندهم الفضة دي، فكانوا دايما بيشبهوا سيدنا النبي بأكمل حاجة شايفينها، مع ان مش سيدنا النبي هو اللي تشبه بالفضة، كان دايما الفضة هي اللي بتتشرف ان هي بتتشبه بيه. اما عن وصف حبيبة سيدنا النبي: حبيبة رسول الله، زي ما كانت بتحب يتقال لها او زي ما كانت بتحب تقول على نفسها السيدة عائشة، كانت دايما بتقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم احسن عباد الله عنقا، لا ينسب الى الطول ولا الى القصر، ما ظهر من عنقه للشمس والرياح فكأنه إبريق فضة مشرب ذهبا يتلألأ في بياض الفضة وفي حمرة الذهب. كان عنق سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أول ما يتعرض له الشمس أو أول ما يتعرض له الرياح كأنه إبريق فضة في اللمعان وفي الطول وفي الجمال، وأول ما أشعة الشمس بس تيجي على رقبة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم على العنق الشريف فكانت بتشوف أعظم آية وأعظم حاجة ممكن تشوفها عنيها وأجملها هي عنق سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. أما عن كتف سيدنا النبي فكان كتف سيدنا النبي كان عريض. سيدنا البراء بيقول وهو بيوصف كتف سيدنا النبي بيقول: بعيده ما بين المنكبين، والمنكبين اللي هم الأجزاء اللي بيكونوا في آخر الكتف. الكتف هو اللي بيكون من أول العنق لحد المنكبين، فالمنكبين هم المفاصل والكتف هو الجزء اللي هو من أول الرقبة لحد المفاصل لحد المنكبين. فعرض كتف سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم الواسع ده كان دليل على عظمته وعلى قوته. كان سيدنا النبي الكراديس أو المفاصل دي كانت ضخمة، فضخامتها دي كانت فيها قوة، فسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان ضخم الكراديس، والكراديس اللي هي عظام المفاصل اللي هي جزء المنكبين. ف
فمفاصل سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان فيها من القوة والكبر والعظمة فيها مع اللي يتناسب مع وصف جسم سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وصف الصحابة لمفاصل سيدنا النبي بأنها ضخمة ده مش وصف لضخامتها أو إن هي شيء مشين، بالعكس ده لعظمتها في عيونهم مع جمالها، فكانوا دايما يشوفوه إن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كل حاجة فيه عظيمة. معظم الوصف اللي كانوا يوصفوه بيه كانوا بيقولوا كان عظيم المنكبين، كان عظيم الهامة، كان عظيم اليدين، فكان كل حاجة في عيونهم بيشوفوها من سيدنا النبي كانت عظيمة، مش معناها إن هي كانت كبيرة بل بالعكس إن هي كانت مالية عيونهم. فسيدنا النبي كان الجزء بتاع الكتف ده كان عليه، كان أعالي الكتف ده كان عليه شعر زي ما كان، كان على أعالي الصدر وأعالي الذراعين. بس طبعا الشعر ده ما كانش منافي لصفات الجمال اللي بتكون موجوده في الانسان، كان شعر متناسب مع اصل كل جمال سيد الناس كلهم صلى الله عليه وسلم. الاجزاء اللي ما كانش عليها شعر كانت بيضه ومنوره، كانوا بيقولوا انور المتجرد، يعني الاماكن اللي ما فيهاش شعر كانوا بيشوفوا نورها وجمالها. لما يكون سيدنا النبي لابس الرداء ويشيله او يعدله كانوا يلمحوا عنق سيدنا النبي، كانوا يلمحوا كتفه، فيقولوا فكأنها سبيكة فضة من جمالها ومن كمالها. وفي غزوة بدر سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم الصفوف خلاص جاهزة، فراح يعمل عبادته المفضلة، يكلم ربنا ويناجيه ويرفع إيده، يا رب انتهلك هذه العصابة فلن تعبد في الأرض، يا رب أينما وعدتني اللهم أنجز ما وعدتني، اللهم إنك إن تهلك هذه العصابة من أهل الإسلام فلا تعبد في الأرض أبدا. وعمال يدعي لحد ما الرداء اللي كان على كتفه وقع من عليه، فسيدنا أبو بكر شافه، يعني سيدنا النبي يعني خفف عليك، ربنا إن شاء الله وعدك إن هو هينصرك. ده مش معناه إن سيدنا النبي كان في الموقف ده أقل إيمانا أو إن سيدنا أبو بكر أثبت من سيدنا النبي، بالعكس ده كان سيدنا النبي بيعمل كده تشريع للأمة إن مهما ربنا وعدني ومهما ربنا قال لي أنا هنصرك ومهما ربنا كان معايا، هو ربنا بيحب يشوفني في الموضع ده، بيحب يشوفني خاضع ليه، هو القوي بيحب يشوف حبيبه دايما بيلجأ له. فأنا بحاول إن أنا أتهيأ وأكون في الموضع اللي ربنا لما يشوفني فيه يعرف فيه أنا قد إيه أنا بحبه. فسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما كان تنزل المطرة كان يشيل الرداء من عليه وكان يقول هذا حديث عهد بربي، انا بحب اي حاجه تيجي حلوه من عند ربنا لسه جديده. وفي مره سيدنا البراء بن عازب راح عشان يزور سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، فراح واستاذن ان هو يدخل على سيدنا النبي، فسيدنا النبي اذن له، فدخل شاف سيدنا النبي شايل سيدنا الحسن على كتفه وهو عمال يقول اللهم اني احبه فاحبه، اللهم اني احبه فاحبه، وفضل يكررها. ومن وقتها وزاد حب سيدنا الحسن في قلب البراء بسبب بركه اصل الجمال صلى الله عليه وسلم. الكلام عن جمال سيدنا النبي وعن جمال عنقه وعن جمال أكتافه صلى الله عليه وسلم عمره ما هيخلص، فإحنا لسه مكملين مع بعض على صفحة البرنامج. وصلى الله على أصل الجمال والكمال سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول